قريب محطة القطار، أكيد في سوق بعد تحت. هذه محطة مترو قريب فيها. يعني رجال الشرطة دائما تشوفهم هنا، كنت متوفرين كل مكان عشان الحفظ الأمن المكان. محلات رجالي ونسائي، منها ملابس رجال عشان كذا قلنا رجالي. أسأله تبيعون بالجملة ولا بالقطاعي؟ قلت الحين نبيع بالكل الثنتين، الجملة والقطاعي، يعني ايش تبين نبيع؟ ما شاء الله. لأن أنا أبغى جملة لكن ما أبغى أشتري على طول مجازة، وهذا خطر إنك تشتري على طول أصلاً. لازم تشتري يعني سامبل يسمونها. أطلب سامبل إذا كنت أونلاين، ما تشتريها كاملة. وعلى ضوءها تحدد يعني هذا منتج جيد أو غير جيد. هذه أشياء عندهم يمكنها من تصاميمهم بعد. هي عندهم تصاميم. شوف نهاية المحلات بس وين توصل. كبير كبير مرة. متعة الناس بس على المزاج، يعني ما أدري والله صراحة، في ناس ما تحب البراندات، ما تحب اللي ما لها براند. نسائي نسائي كل شغلة على النسائي. هل هو البزنس؟ إيه هو البزنس، هو الطلب أكثر من الرجالي. والله أنا يعني قاعد أتفرج وسعر، يعني شلون أقول لكم، بس في مجال إنهم ينزلون، يعني ما تأخذ على أول كلام يقوله. ساو كانوا يبيعون الأشياء المقلدة، يعني عين عينك. الحين قلت بنسبة كبيرة كبيرة، يعني ممكن يحط لك لوجو أديداس بس ما يحط أديداس، تلقى مغير بي حاطها بي. فلا تفكرون تشتروا شيء. الأماكن المزدحمة عندهم زي كذا البسوا كمامات أحسن أحسن. ترى الغالبية هم يعني ما أخذوا اللقاح، وأصلا ماخذين إنه فكرة غير طبيعية وفيها فيها على قولتهم خداع للعالم. بس يبي لك تروق وتيجي تشوف اللي يناسبك واللي ما يناسبكم. الناس ما يسووها في الأذواق تلفون. هذه بضاعة، أنا أشوف المنتجات هذه متوسطة، يعني ممكن تكون لبس بيت يعني فقط. سألت عنها ما تقل عن 280 190. هالشنط هذه هاي how much is this one؟ 350. هذا أغلى من غيره. 350 طبعا. أقول لكم كل ما تزين المراكز التجارية. كل ما تغلى المنتجات كل ما تكون أغلى. لأن حق الإيجار هذه يطلعونه منه، ما راح يطلعونه من أحد غيره. خلنا نشوف هذا كافي ولا مطعم ولا شو. الناس تريح، لا الناس تريح، بعضهم نايم والله ما يصدقون على الله يلقون مكان إلا هم يتكون فيه. هذه منطقة المطاعم، وبعد فيه هذه منطقة المطاعم بس، وفيها محلات، وفي محلات هناك. هذاك لوكين كوفي ترى زين مرة، واحد من الكوفيات الكويسة عندهم. اوكي كوبي، هذا يبيع كوبي ووتش. يس كوبي ووتش. كوبي ايش؟ كوبي باج. ابي يس كوبي. وير اباوت؟ اوكي نو. هذا سوق ثاني بعد. What this Baima? No, not Baima. This Baima is MBM. Okay. هذا MBM. شوفوا هذا السوق اسمه MBM. وهذا Baima. هذا اللي حنا صورناه قبل كذا. هذا Baima.